الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنبدا مع حضراتكم كده بدايه الجينيتكس، وبدايه كده تقديم يعني على موضوع الجينيتكس. هو بيبقى كم من صغير فهما كتير، فتلاقي الناس دايما في حته الجينيتكس خايفه تبدا جينيتكس. ليه؟ اصل مش هفهمه. طب ليه مش هتفهمه؟ الموضوع بسيط. هو ايه حوار الجينيتكس ديت؟ وايه هي قصه الجينز؟ وايه الفرق بينها وبين الكروموزومات؟ وهي ايه الحوار؟ ببساطه شديده انت عارف ان اي كروموزوم في الدنيا، بيبقى شكله المفروض عامل ازاي؟ الكروموزوم بيبقى شكله عامل كده. يعني بيقول لك والله الكروموسوم بيبقى عباره عن اثنين كروماتين مربوطين مع بعض في النص او قريب من النص شويه بحاجه اسمها سنترومير. هذا الكروموسوم اللي حضرتك بتبقى شايفه ده بيبقى شايل عليه شويه جينات محترمه. حلو؟ فانت بتقول لي دلوقتي ان هو عباره عن فردتين كده مربوطين في بعض، كل حته من دي بنسميها عندنا كروما تي. الكروماتيد ده والكروماتيد ده بيبقوا مربوطين في النص بحاجه اسمها سنترو مير. سنترومير. حلو؟ كلام جميل. الكروموزومات ده بطلع كل كروموزوم من دول بيبقى زي ما اتفقنا شايل عليه ماده وراثيه عباره عن مجموعه من الجينات. الجينات بتاعتي دي هي اللي بتستنسخ بعد كده منها البولي بيبتايد تشين او البروتينز بمعنى اصح اللي بتظهر الصفات الوراثيه. اذا الصفه الوراثيه اللي يكون مثلا لون العين هي عباره عن مجموعه بروتينات انتجتها الجينات اللي بتحملها على مين؟ على الكروموزوم. طيب كده. كلمه صغيره كمان فيما يخص موضوع الكروموزوم. الكروموزومز بتاعتي ديت على حسب موقع السنترومير انا ببدا اقسمها مع حضرتك على كذا شكل. الشكل الغالب بتلاقيه عامل كده. تلاقيه عامل كده، يعني السنترومير هنا مش في النص، هو قريب من النص. الحاله اللي زي دي كده بنسميها عندنا ايه؟ بنسميها صب ميتا سنتريك، صب ميتا سنتريك كروموزوم. وفي واحد تقريبا بيكون في النص بالظبط. هنا كده. ده اللي بيسميه عندنا ميتا سنتريك، ميتا سنتريك. وفي واحد تاني العكس تماما بيبقى مرفوع فوق قوي، السنترومير بتاعنا ده بيبقى مرفوع لفوق جدا بالمنظر ده كده. فده اللي بيسميه عندنا حضرتك كده اكرو سنتر. طيب خلينا بس في الايه؟ في الاساس بالنسبه لنا اللي احنا هنشوفه كتير جدا اللي اسمه صب ميتا سنتريك. صب ميتا سنتريك ده ما هوش بيبقى موجود في النص بالظبط. ده يبقى يعني ايه؟ لو انا متخيل ان النص بتاعي هو الخط ده، فهو فوق النص بشويه. بالتالي الكروموزوم بتاعي دلوقتي بقى له دراعين، بقى له دراع كده بنسميه عندنا احنا شورت ار، دراع القصير ده اللي انت بتحمل عليه جينات، ده بنسميه عندنا كده شورت ار. والدراع الطويل بالنسبه لنا ده بنسميه عندنا لونج ار. واحيانا بيرمز لحضرتك ان الشورت ار ده بحرف البي اللي بنسميها كلمه بتيت. بتيت يعني ايه؟ بالفرنساوي يعني حاجه صغيره يعني. فيقول لك ببساطه خالص اغلب الكروموزومات اللي حضرتك تشوفها بنسميها صب ميتا سنتريك، يعني السنترومير ده مش متصدر في النص، ده يبقى فوق النص بشويه، فيبقى في عندي دراع قصير ودراع طويل، والدراع القصير نسميه بيتا او بيتي. طب لو انا زحزحت السنترومير ده وخليته في النص يقوم نسميه ميتا سنتر. طب لو زحزحت السنترومير فوق خالص فبقت الحته اللي فوق ديت الترا شورت يعني قصيره جدا واللي تحت لونج بزياده يسميها اكرو سنتر. وغالبا الدراع القصير ده هنا ما بيأديش اي وظيفه وما بيعملش اي ترتيب مثلا. فقال جاي واحد كده واحد عمل كده اسمه دينيفر. دينيفر ده مالك بقول لك ايه؟ طب ما تيجي احنا ندرس كده كل الكروموزومات اللي عندنا ونقسمها تقسيمها مختلفه. لكن قبل ما اخش معاك في تقسيم دينيفر، هو الكروموزومات اللي موجوده في جسم حضرتك بيبقوا عاملين ازاي؟ خلايا طبيعيه للجسم بيبقى فيها كام كروموزوم؟ خلايا طبيعيه بتبقى فيها المفروض 46 كروموزوم. انت حضرتك من كلام زمان خلاص بتقسمهم ال 44 بيسموهم عندنا اوتو زومز اللي هي الكروموزومات بتاعت الصفات ايه؟ الجسديه. ويبقى في عندك اثنين اللي هم بيبقوا الاكس والواي، دول اللي بيبقوا بالنسبه لي السكس كروموزوم. الكلام ده هو الفطري العادي خالص. المفروض ان يبقى في عندك يا اما اكس اكس لو هي بنت، يا اما عندي اكس واي لو هو ولد. وان المفروض ان ال 44 كروموزوم دول بيبقوا ايه؟ بيبقوا مترتبين جنب بعض. يعني مثلا الكروموزوم ده اهو شايل شويه جينات، الجينات ديت بتشمل مثلا ايه؟ صفات لون البشره وصفات لون العين وصفات الطول وهكذا وهكذا وهكذا. فيجي الكروموزوم ده اللي جاي من الاب يقف جنب الكروموزوم الثاني اللي جاي من الام. بيبقوا جنب بعض كده بيرز كده. فتلاقيهم بيتقسموا كده بالطريقه الى 23 دبل، يعني بتبقى في عندك ايه؟ كروموزومات جنب بعضها، اللي جاي من الاب جاي جنب اللي جاي من الام. فعمل دينيفر ده لما بص على الكروموزومات انت بتقول لي ان عددهم كام؟ 44، لكن هم في الاصل يعني المفروض هيبقوا 22 كروموزوم ومعاهم يا اما اكس يا اما ايه؟ واي. فبدا يبص على الكروموزومات الجسديه بتاعتي اللي هم ال 22 دول ويقسمهم. فبدا يديهم ايه؟ كاتيجوريز كده، مجموعات كده، بدا يقسمهم حضرتك على مجموعات. قال لك والله انا هقسمهم كده A B C
سي دي اي اف جي، قسمه على شويه مجموعات. طيب وبدا يجمع بقى كل الناس مثلا قال لك والله المجموعه الجروب ايه ده هيبقى عرفتها على مين؟ على الكروموسوم الاولاني والثاني والثالث. طب وبي ده قال لك هاخد الرابع والخامس. طب وسي قال لك هاخد من 6 ل 12. طب ودي قال لك 13 و14 و15. طب وإي قال لك هاخد 16 و17 و18. طب المجموعه اف فيها كروموسوم 19 و20 واللي هو الجي فيها 21 و22. فالكروموسومات بتاعته رصها في مجموعه. لكن التقسيمه دي او التوزيع ده على اساس مره كده اقسمها لك على حسب اللينث بتاع الكروموسوم، طول الكروموسوم، لان طول الكروموسوم يفرق معاك كميه الماده الكلوروفيل اللي هو شايلها. فانا بص اول جروبين كده كل جروبين مع بعض، يعني الناس اللارج كده حطهم مع بعض اللي هم الاي والبي، دول من حيث الحجم او الطول بتاع بيبقوا طويل شويه. المجموعه اللي بعدها دي بيبقوا حجمهم متوسط، دول بيبقوا ميديوم. المجموعه الصغيره اللي تحت دي بقى ايه؟ مجموعه شورت، صغيره شويه وكميه الكروموسومات اللي عليها او سوري كميه الجينات اللي عليها تبقى اقل. والمجموعه الجروب الاخير ده بيبقى ايه؟ فيري شورت، بيبقى قصير جدا. طب دول اللي هو المفروض كام؟ ال 22 كروموسوم جسدي، امال الاكس والواي بيبقوا فين؟ فقال الراجل ببساطه شديده ان الاكس على السي، الاكس في الجروب السي، كروموسوم اكس يبقى موجود في الجروب سي، والواي على الجي في الجروب جي. طيب تيجي على التقسيمه الاهم، ايه التقسيمه الاهم بقى؟ حسب دي مين الكروموسوم السنترومير بتاعنا ده بيبقى موجود في النص بالظبط اللي هو الميتا سنتر، ومين اللي بيبقى مرفوع قوي اللي هو الابر سنتر، ومين اللي بيبقى موجود سب ميتا سنتر. قال لك بص هي كل الكروموسومات اللي انت بتحكي عليها تعتبر سب ميتا سنتر، كلهم تقريبا سب ميتا سنتر ما عدا الكروموسوم او الجروب اف دي، الجروب اف دي اللي بتبقى ميتا سنتر يعني بتبقى في النص، دي الجروب اللي بتبقى ميتا سنتر. طب مين الجروب الابر سنتر اللي بيبقى فيها الدراع اللي فوق ده تقريبا ملوش اي استخدام؟ قال لك اللي هو الدي جي، عارف انت دي جي؟ دي جي ابر سنتر زي عارف اللي هو مش عارف ايه توزيع اخلاوي، فهو الدي جي الاثنين دول هم اللي يبقوا اكرو سنتريك، الدي والجي هم اللي يبقوا اكرو سنتريك، والباقي كله بيبقى سب ميتا سنتريك. الكلام اللي انت بتقوله ده بيبقى يعني واقع ايه مثلا في الامتحان ممكن يتسال بشكل ام سي كيو. يبقى انت تعرف لي القصد ان عندك الاف ده بيبقى ميتا سنتريك، يعني اللي بيبقى الكروموزوم بتاعه مقسوم نصين بالظبط شورت ولونج. طب ومين اللي يبقى اكرو سنتريك؟ الاكرو سنتريك بتاعنا زي ما قلنا السنترومير فوق قوي، ففي عندي حته صغيره جدا مش شايله كروموسومات تقريبا، ده بيبقى موجود في الدي جي، في الدي وجي في الجروب دي وفي الجروب جي. خلي بالك الجروب دي اللي هي فيها كروموسوم كام؟ 13 14 و15، والجي بتاعنا بيبقى 11 21 22 والواي. يعني لو سال حضرتك ان الواي كروموسوم بيبقى من نوع ايه؟ بيبقى من نوع الاكروزوم، هو ده مربط الفرس يا ام اس كيو. باقي كله يعتبر بالنسبه لي سب ميتا سنتريك. يعني لو قلت لك الاكس يعني لو قلت لك الاكس دلوقتي هيبقى من النوع الصب ميتا سنتر، واضحه كده؟ دي التقسيمه بتاعت عمك دب. فده لسه كده مجرد مقدمه كده صغيره. طيب سؤال صغير كده، ممكن تلاقي مثلا الاب يجي يقول لك ايه ده انا مراتي حامل والدكتور طلب مني تحليل كروموسومات. هو بيبقى الدكتور معرفه كده بالعربي ويقول انت لازم تعمل لنا تحليل كروموسومات. فانت حضرتك مثلا كدكتور امتياز محترم بتبقى واقف فنح تحليل كروموسومات ده اللي هو ازاي يعني؟ تحليل كروموسومات يا دكتور اللي احنا بنسميها مع حضرتك كده كاريو تايمنج. كاريو طيب يعني ايه بقى الكاريو تايمنج؟ الكاريو تايمنج ده هو فعلا تحليل الكروموسومات. حضرتك كده بتروح تصور الكروموسومات اللي في الكاريو، مش انت عندك 22 زائد اكس او زائد واي، 22 كروموسوم جسدي ومعاهم واحد اكس او واحد ايه؟ او واحد واي. فانت حضرتك بتروح تعمل كاريو تايمنج للكروموسومات، يعني تدرسها من حيث عددا وتركيبا، يعني تقدر تشوف الكروموسوم بتاعك ده هل هو اكروسنتريك ولا ميتاسنتريك ولا سب ميتاسنتريك ولا وضعه ايه؟ هل الكروموسوم ده فيه حاجات اب نورمال ولا لا؟ يبقى انت ممكن تشوف تركيب الكروموسوم في الكاريو تايبنج، اشوف التركيب بتاعه عشان هنتكلم كمان شويه على المشاكل اللي بتبقى مشاكل في التركيب، وهشوف برضه العدد بتاع الكروموسومات. يعني انت قلت لي مثلا ايه بتلاقي كده خريطه كده كبيره فيها مثلا الكروموسوم الاولاني مثلا بيكون الاثنين مرصوصين كده جنب بعض، والكروموسوم الثاني اثنين جنب بعض، الكروموسوم الثالث اثنين جنب بعض. فممكن تيجي مثلا في الكروموسوم مثلا الرقم 21 زي حاله الدواء اللي احنا هنشوفها، فتلاقي ايه 1 2 3 اوبس، فتلاقي عندك هنا مشكله في نسخه زياده من الكروموسوم 21 اللي احنا هنشوفها مثلا في حاله الدواء، يبقى دي ظهر لي مشاكل في النمبر. طب ممكن يظهر لي مشاكل في التركيب، فتلاقي مثلا الكروموسوم من دول مثلا بتلاقي عامل كده وتلاقي في حته زياده، تلاقي في حته كده بيلعب طول بزياده كده من فوق، فاوبس دي كمان مشكله ايه؟ استراكشر. يبقى الكاريو تايمنج ده بيدرس الكروموسومات عددا وتركيبا. كلام جميل. طب السؤال الثاني هو مين اللي انا هطلب ان يعمل لي كاريو تايمنج؟ يعني
هل كل بني ادم كده او كل واحده ست حاجه لو جت عليك بسرعه يلا نروح نعمل كاريو تايمنج؟ على فكره تحليلته سهل يعني مش رخيص غالي، وهنعرف كمان العينه بتاعته سهله. فانت عارف بس يا جماعه كده مين الناس اللي انا محتاج اعمل لها كاريو تايمنج؟ يعني غالبا كده هتبقى مشاكل يا اما في الام يا اما مشاكل في الطفل نفسه. مشاكل في الام ازاي؟ ست عندها على طول ريبيتد ابورشن، يعني كل ما تحمل تقول لك والله ده بوصل لحد الشهر الخامس او الشهر السادس ويسقط بشكل مستمر. لا لازم اعمل كاريو تايمنج، مش ممكن يكون في حاجه وراثيه عامله مشاكل هي تعمل كاريو تايمنج. ست عندها ان اكسبليند انفيرتيلتي، يعني الراجل جوزها تحليله زي كل الست في الغالب، الحاجات بتاعت الاناتومي بالالترا ساوند الكلام جميل بس على طول ما بتحملش اصلا. طب ما انت لما تشوف يا عم الخريطه الوراثيه بتاعتك مش ممكن يكون في مرض وراثي هو اللي عملها المشكله دي؟ يبقى مشكلتين في الام، يا اما الست عندها ريبيتد ابورشن يا اما عندها ان اكسبليند انفيرتيلتي. طب مشاكل في البيبي نفسه، ممكن يكون الواد ايه المشكله دي؟ الواد مولود بان اكسبليند انتر ريتارديشن، يعني معنى صح مفيش حد من اخواته عنده انتر ريتارديشن قبل كده، مفيش اي مشاكل جسديه في الواد، مفيش مايكرو كيفلي، مفيش كذا مفيش كذا، بس قد يكون في معاه حاجه وراثيه هي اللي عملت الواد ده جد 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 الجدود كان عنده مشكله، فتعمل له كاريو تايمنج. اعمل له كاريو تايمنج. يبقى في مشاكل من فوق، في مشاكل من تحت، يبقى الطفل عنده مشاكل من فوق من انتر ريتارديشن، عنده مشاكل من تحت اللي هي امبيجوس جينيتاليا، عيل مولود انا ببص على التستس او ببص على السكروتم هو سكروتم بس مش قافل، هو بينس بس صغير، هو ده ولد ولا بنت؟ فهمتني؟ ممكن اعمل لها بقى الترا ساوند على البطن كده اشوف هو تستس ولا اوفري، او ممكن اعمل ايه؟ لو اعمل كاريو تايب. يبقى مشاكل من فوق منتال ريتارديشن، مشاكل من تحت امبيجوس جينيتاليا، مشاكل في النص يعني الواد في مشاكل في الشكل، في عنده مثلا كليفت ليب، في عنده كليفت بلد. طبعا مش كل الحالات الكليفت ليب ولا الكليفت بلد ولا مثلا بي اس دي او اي اس دي المشاكل دي اعمل لها، لكن مثلا في حالات بتبقى يعني قض قوي فدي انها تضطر تعمل لها كاريو تايب. ماشي؟ واد شاكك في شكله، انت عارفين حاله الداون هنتكلم عليها ان شاء الله الفيديو اللي جاي، شكل الداون بينطق، طب ما تعمل له كاريو تايب. فهمتني؟ يبقى انا دايما كده هعمل الكاريو تايب الانديكيشن بتاعي يا اما مشاكل في الام، الست عندها ريبيتد ابورشن او عندها انفيرتيلتي مش معروف سببها ايه، او مشاكل في الطفل نفسه واعرفها لي كده فوق وتحت وفي النص. فوق انت ريتارديشن، طب وتحت امبيجوز جينيتاليا، وفي النص في ديفورميتي غريبه انا مش حاببها. طب النقطه الثانيه، انا هاخد السبيسمنت بتاعتي منين؟ ما هو انا لازم اخد نسيج من التشو، وعشان تعمل كاريو تايبنج انت بتدور على ايه؟ كروموزوماتك عددا وايه؟ تركيبا. طب الكروموزومات ديت مش بتبقى موجوده جوه النواه، يبقى انت لازم تاخد خليه ليها نواه. يعني ايه خليه ليها نواه؟ يعني لو انت حضرتك سحبت صوره دم او سحبت عين الدم ينفع تعمل كاريو تايبنج في ار بي سيز؟ لا طبعا، هي كرات الدم الحمراء فيها نواه، فانت حضرتك لما تيجي تعمل مثلا من عين الدم هتعملها فين؟ في الواي بي سيز، كرات الدم البيضاء هي اللي فيها نواه، بدلها دور فين؟ يبقى الكاريو تايبنج ما تعملش الخلايا ما فيهاش نواه. طيب ده ليه كده؟ هعمل الكاريو تايبنج من انهي سامبل؟ برضه ممكن اخد من عند الام او ممكن اخد من عند الطفل، انا بس بحاول اقرب لك طريقه المذاكره. اخد من عند الطفل فين؟ بره وجوه وفي النص، احفظها برضه كده. بره ممكن اخد من الكين فايبروبلاست من الجلد. جوه ممكن اخد من البون مارو. طيب في النص ممكن اسحب من البلاد سامبل، بس زي ما قلت لك البلاد سامبل مش هبص في الار بي سي، ده انا هبص في الواي بي سي. ادي واحد. اثنين، لما حضرتك تيجي تبص كمان يا دكتوره اخد ايه من الام؟ ممكن اسحب من الام بقى لو انا عايز اعمل كاريو تايبنج للبيبي وهو لسه جليل، عشان اشوف الواد ده ان شاء الله لما يتولد عنده مشاكل ولا لا، ودي بتبقى مهمه. ياما بقى حاجه اسمها امنيوسنتيسيس، بيخش الدكتور كده بجهاز السونار على البطن ويخش في سن الابره ويسحب من مكان معين، اسمها امنيوسنتيسيس. ليه الامنيوسنتيسيس؟ مش الواد بيبقى بيعوم كده يا دكتوره، هو الواد قاعد هنا في وسط الايه؟ الانجيتيك فلويد ومزاجه زي العسل حلو؟ مع الحركه الكتير بيبدا يحصل شيدنج للسيلز، يعني ايه؟ في خلايا كده بتطلع من الجنين في وسط الفلويد، فانا ممكن اخد الفلويد بيعمل سنترفيجيشن كده بيصفيه ويطلع الخلايا اللي طالعه من البيبي ويدور فيها على الكروموسومات. اثنين، ممكن اخد من البلاسنتا من البيضاي، في حاجه كان اسمها الكوريون كوريونيك بيضاي، فممكن اخد عينه من البلاسنتا وادور فيها كمان، لان الدم هنا بيبقى رايح متبادل ما بين الام والبيبي، فممكن اخد من خلايا الدم بتاعت البيبي واعمل كوريو امنيوسنتيسيس. يبقى انا ممكن اعمل امنيوسنتيسيس من الدم اللي سوري من الفلويد اللي حوالين الواد، او اخد من البلاسنتا بتاعتي، او لما الواد بقى نفسه يتولد ياخد من بره من الجلد بتاعه، ياخد من جوه من البون مارو، يا اما اخد من نص من الوايد بي سيز اللي موجوده في الدم. فهمت كده؟ بس كده مقدمه صغيره، ايه الفرق ما بين جين وجين؟ الجين ده بيبقى متحمل على الكروموزوم وهو ده اللي بيطلع الماده الوراثيه بيعبر عنها، بيبقى في عندي اثنين كروماتيد متوصلين في النص في سنترومير، على حسب مكان السنترومير ببدا اقسم ثلاث انواع للكروموزومات، في ناس بتبقى في النص ودول بيسموهم ميتا سنتريك،
ممكن ارفع لفوق سنه بسيطه طيب اسمها سب بيتا سنتر، ممكن ارفع فوق خالص يسميها اكرو سنتر. مين من الكروموزومات ال 22 بتوعي اللي بيعتبروا ميتا او اكرو او سب هم كلهم من النوع السب بيتا سنتر ما عدا ثلاث انواع. المجموعه اللي قلنا عليها مجموعه اف اللي بتشمل كروموزوم 19 و 20 دول بتبقى ميتا سنتر يعني في نص السب. طب وفي عندك مجموعه الدي جي، دي جي الدي جي بتاعتي ديت هي اللي بتبقى مجموعه 13 14 15 21 و22 الكروموزومات ديت ومعاهم كروموزوم واي بتبقى من الكروموزومات الاكروسنتريك، الباقي كله بيبقى سب بيتا سنتريك، واضحه؟ طيب مين هعمل له كاريوتايبنج ادور على عدد كروموزوماته وتركيب كروموزوماته؟ ست بتوجه كتير، ست ما بتقلش، عيل مولود بمنتال كارديشن امبيجوال جينيتاليا والنقطه الثالثه زي ما اتفقنا عنده اب نورمال كده في التركيب بتاعه ما فيش حاجه. طب اخد العيال منين؟ هاخد من الام من الامنيتيك فلويد يا اما من البلاسنتا يا اما هاخد من البيبي من بره من الجلد من جوه من البول مارو ومن النص هاخد من البلاد سيلز. واضحه دي؟ تمام. طيب بعد ما اتكلمنا كده شويه على الكروموزومات والفكره بتاعتها، طب ما تيجي تشوف حاجه اسمها كروموزومال ابريشن يعني او اسمها او كروموزومال ابنورماليتيز. ايه الحاجات الابنورمال اللي انت ممكن تشوفها في الكروموزومات بتاعتك؟ انا بس تعالى كده ركز بالراحه. انا ممكن تكون مشاكلي في الكروموزومات مشاكل من حيث التركيب. فاكر لما قلنا كاليو دايفنج دلوقتي كان بيدرس حاجتين، بيدرس يا اما النمبر العدد يا اما التركيب. ففي مشاكل قد تكون مشاكل لا تركيبيه ستراكشرال يعني، ودي بتبان في الكاليو دايفنج. اه طبعا انا بعمل الكاليو دايفنج عشان اشوف المشاكل مش النورمال يعني. فاشوف مشاكل في التركيب يا اما قد تكون في عندي مشاكل نيوميريكال يعني في النمبر، يا اما في حته عايز نفهمها كده في الاخر كده حاجه اسمها موزايك. طب تعالى كده بسم الله ونفهم بس الفكره. هو انت حضرتك قلت لي من شويه ان الكروموزوم بتاعي بيبقى عباره عن ايه؟ زي ما قلنا بيبقى قد يكون عندك الكروموزوم بيبقى عباره عن اثنين كروماتيد ومتوصلين في النص هنا او فوق النص بشويه بسنترومير. واضحه؟ طيب ايه المشاكل الاستراكشر التركيبيه؟ فانا بص انا هلعب على كذا نقطه بس بحاول برضه اسهل لك طريقه المذاكره. انا هعتبر ان مره هلعب على الحته دي الطرف، ومره مثلا هنلعب على الجزء اللي في النص شويه او تحت شويه، ومره اخيرا هنلعب على السنترومير. بمعنى انا لو جيت على الطرف اهو وشلته خالص، جيت على الطرف بتاع ده وشلته، دي حاجه بنسميها عندنا ديليشن. الديليشن ده يعني ايه؟ يعني حضرتك جيت على طرف الكروموزوم وطيرت الحته دي. هو ده هيأثر على شغل الكروموزوم طبعا، مش الكروموزوم عليه جينات ولا جيت في حته انا شلت الجينات. يبقى مثلا الصفه الوراثيه بتاعت لون العين مش موجوده فتلاقي لون العين غريب. الصفه الوراثيه بتاع لون الشعر مش موجوده مش ظاهره، يبقى البروتين مش هينتج، يبقى الواد عنده مثلا مشكله في لون الشعر. وصلت؟ الجين اللي كان بيكون السبتم ما بين الاثنين ادريام مش موجود، يبقى البروتين اللي هيكون السبتم مش موجود وبالتالي الواد عنده ثقب بين الاذينين. فهمت يعني ايه ديليشن؟ ديليشن يعني انا شلت الجين اللي في الحته دي، شلت حته من الكروموزوم، يبقى الجين مش موجود، يبقى البروتين اللي بيكون الصفه الوراثيه دي مش موجود، يبقى الصفه الوراثيه دي فيها خلل. ده اسمه الديليشن. فهمتني؟ طيب في حته ثانيه كمان بمناسبه الديليشن، بيقول لك في حاجه اسمها رينج الكروموزوم. يعني ايه بقى رينج الكروموزوم؟ ببساطه شديده انت هتجيب الوتره دي، هجيب مثلا سلك زي ده، وهتيجي تعمل في الكروموزوم بتاعنا ايه؟ هتيجي تعمل ديليشن من فوق ومن تحت، تشيل الحته اللي فوق ترميها وتشيل الحته اللي تحت ترميها، وتقوم جايب الطرفين وموصلهم في بعض. فالكروموزوم بتاعي بدل ما هو يبقى عادي كده مستقيم كده، لا ده انت حضرتك جيت على الحته اللي فوق قطمتها وشلتها، وجيت على الحته اللي تحت قطمتها وشلتها، وقمت جاي موصل الطرفين في بعض. فبقى الكروموزوم بتاعنا شكل الرينج. طب هتقول لي يا دكتور هو ده نورمال؟ اه طبعا نورمال. وبيبان عندك في الكاريو تايبنج في الخريطه الوراثيه، هتلاقي الكروموزومات بتاعتك مرصوصه 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 كده، وهتلاقي فيه كروموزوم واحد كده مثلا والتاني عامل كده. ده مش اكس او، حضرتك مش بتلعب اكس او. ده اللي انت شايفه ده ان ده رينج الكروموزوم. ده طبعا بيأثر على الصفات الوراثيه جدا. يبقى يا اما شلت يا اما شلت ولزقت. حلو. طب تعالى على الحته مثلا ولتاكل اللي في النص دي، ممكن تعمل ايه في الجزء انت ده؟ ممكن اعمل فيه ايه؟ ممكن ابدله، سوري ممكن انقله، وممكن اقلبه، وممكن اضعفه. اقلبه وابدله واضعفه. اقلبه اعمل له حاجه اسمها انفرجن. يعني ايه انفرجن؟ يعني انا قمت جاي على الحته دي. في بص كل حاجه سبحان الله كل شيء طيب ما هو بالقدر. يعني انت عندك الكروماتين اهو، الكروماتين ده مترتب عليه جينات بشفره معينه. فانا جيت على الحته ده الشفره بتاعتها كانت الثلاث نقط دول، فانا قمت جاي اعمل ايه؟ انفرجن. يعني قمت جاي قاصد دي وقلبها. تعرف ان انت لو قلبتها تدي بروتين جديد وصفه وراثيه مختلفه؟ يعني هي كانت ترتيب كده المعين بتاع السيكونس اللي موجود عليها يديك الصفه الوراثيه الفلانيه. فلما انت قصيتها
وقلبتها ده تبقى صفر وارثيه ثاني خالص او خلل في الصفر الوارثيه في حاجه اسمها انفرجن. طيب ممكن اعمل ايه كمان؟ ممكن اعملها دوبليكيشن. يعني عملت ايه في الدوبليكيشن؟ يعني بدل ما كانت حته واحده قلت لها ان ديت تكون ضعيفه شويه فقمت عامل منها كمان نسخه. طب ما قشطه الزياده افاده يا ابني، كل شيء خلقناه بقدر. هي الماده الوراثيه معمول حسابها انها تطلع الصفه بعدد الجينات المعينه، فلو قمت مضاعف الجين في الصفه الوراثيه برضه فيها ابنورماليتي افريج. طب قمت جاي على الحته ديت وقمت عامل لها ترانسلوكيشن. يعني ايه دكتوره ترانسلوكيشن؟ ترانسلوكيشن يعني انا بدلتها. بدلتها مع مين؟ قمت جاي على الكروموزوم تاني كده، يعني كان عندي حته واحده تمام؟ ادي الكروموزوم بتاعي اهو. وانا قمت جاي على الحته اللي في النص دي قلت لها بقول لك ايه؟ ما تيجي ببدلك مع واحد تاني، قمت جاي على الكروموزوم تاني. حلو؟ وكان في مثلا ماده وراثيه تانيه موجوده في الحته دي. ولتكن خليها مثلا باللون الازرق. ده يأدي وظيفته وهو في مكانه، وده يأدي وظيفته صح وهو في مكانه، فانا قمت قايل بقول لك ايه؟ طب ما تيجي ادي الحلو من هنا على الحلو من هناك. هات يا عم الحته الزرقاء دي هنا، وادي انت يا عم الحته الحمراء دي هناك. ده اسمه ترانس لوكيشن. ده هيبقى عنده خلل في اظهار الصفه الوراثيه بتاعته هنا، وده عنده خلل في اظهار الصفه الوراثيه ده ايه اظهرها اصلا. يبقى انت يعني عملت بدل ده ترانس لوكيشن، يا اما ضعف دوبليكيشن، يا اما قلق انفرجن. طب لو جيت لعبت على حته السنترومير، هو السنترومير المفروض انا كروموسوم طبيعي يحصل ايه؟ لما تيجي حضرتك تقسم الخليه نصين، مش ده كده الكروموسوم بتاعي بيبقى فيه سنترومير في النص اهو؟ فلما اجي افصل خليه هنا وخليه هنا، باجي اقسم انا السنترومير فين؟ بالطول. فبقى ده كروماتيد وده كروماتيد، ده يروح خليه وده يروح خليه. طيب اللي انت هتعمله بقى دلوقتي حاجه اسمها ايزو كروموزوم. حاجه اسمها ايه؟ ايزو كروموزوم. عملت انت ايه بقى؟ بدل ما تقسم بالطول انت جاي على السنترومير اللي هو وقمت قاسم بالعرض. فبقى الناتج بتاعك ايه؟ بقى الناتج بتاعك حاجه مشوهه كده خالص، حاجه كده وحاجه كده. طب انت سميته ايزو كروموزوم ليه؟ بص على الكروموزوم اللي انت عامله دلوقتي بقى ايزو، يعني بقى متماسك، يعني الاثنين شورت ارم. وده بقى ايزو متماسك، بقى الاثنين لونج ارم. على فكره يعني لا ده هيشتغل ولا ده هيشتغل. دي حاجه بنسميها ايزو كروموزوم، ده بايظ اصلا. الكلام ده كله انا بقوله لك ايه؟ الكلام ده كله انت ممكن تشوف حضرتك في الخريطه الوراثيه، انت عملت الواد هالو تايبنج خريطه وراثيه وقمت او تحليل الكروموزومات بتاعتك، فممكن تشوف الشكل ده، شكل الاستراكشر ده، تلاقي الكروموزوم عامل كده او الكروموزوم عامل كده، ده ايزو كروموزوم اعتقد مش موجود. طيب بلاش خالص، ممكن تلاقي ايه كمان؟ ممكن تلاقي الكروموزوم ده هو اسمه باي سنتر. يعني ايه باي سنتر؟ هو المفروض مش فيه بتاع سنترومير واحد في النص؟ فانت ممكن تلاقي الكروموزوم عجيب جدا. عندك من هنا ادي سنترومير وادي سنترومير تاني، اللهم صل على النبي. الكلام ده كله والاشكال دي كلها حضرتك ممكن تشوفها بقول لك وانت بتعمل الكاليو تايبنج. السؤال بتاع الاستراكشر ده سؤال مهم على فكره، وبيجي اصلا كده في الاي سي. يقول لك ايه الاستراكشر ابريشنز اللي ممكن تحصل يبقى مطلوب؟ اقول الاسم بتاعك. يبقى هنا ايه؟ شلت، يا اما شلت ولزقت، شلت شلت ولزقت. طيب ممكن اكون عملت ايه؟ بدلته قلبته ضعف، بدلته قلبته ايه؟ ضعف. يعني كده ده بدلته يعني ترانس لوكيشن، قلبته انفرجن، ضعفته دوبليكيشن. يبقى يا اما ايه؟ شلته خلاص كده، وشلته لزق. افتكرهم بالمنظر ده. شلته وشلته لزق. شلته ازاي؟ كنت عامل له ايه؟ شايل حته من الطرف بتاعه خالص ورميها في الزباله، ده دليل. شلت الطرفين ورجعت لزقتهم في بعض، ده رمي. يبقى شلته وشلته لزق. امال يعني ايه؟ قلبته ضعفته وبعدين بدلته. بدلته يعني ايه؟ يعني خدت حته من هنا وديتها هناك، ده تبادل، ترانس لوكيشن. طيب يا اما قلبته عملت له انفرجن، يا اما ابلكيشن ضعفته. طب تعالى اشتغل على الحته اللي بعدها، يبقى الطرف بتاعي يا شلت يا شلته لزق. طب الحته اللي بعدها قلبته ضعفته ايه؟ بدلته. طب والسنترومير يا اما قطعته بالنص ايزو كروموزوم، يا اما عملت كمان سنترومير فبقى عندنا باي سنتريك كروموزوم. كل المشاكل دي طبعا او كل الاشكال دي بتعمل مشاكل كبيره جدا على التركيب بتاع البيبي كصفات وراثيه. طيب تعالوا بص معايا على المشاكل النيوميريكال. بس قبل ما اخش معاك في حته النيوميريكال انا عايزك ترجع معايا كده لذكريات البنات بتاع زمان. اللي هي ايه؟ فاكر كده لما كنا نيجي نعمل مثلا ايه؟ الاسبرماتوجينيسيس او الاوجينيسيس او كده، كان يقول لك مثلا الخلايا الام كان يبقى فيها 46 سنجل كروموزوم. سنجل كده.
كنت حضرتك بترجع تضاعف عدد الكروموسومات وتخليها 46 دبل كروموسوم. ده الكلام ده اللي فاهم بس. بعد كده لما تيجي تعمل انقسام مايوزس، خلي بالك من كلمه المايوزس اللي هو الانقسام الاستنساخي او سوري الانشتاتي، فكنت بتديني خليتين كل واحده فيها 23 دبل كروموسوم و23 دبل كروموسوم. وبعدين تخش في السكند مايوزس، انقسام المايوزس الثاني برضو، فده هيتقسم معايا السنتروميد ده هيتقسم من النص، فيؤدي لي 23 كروماتيد او سنجل كروموسوم يعني، وهنا 23 كروماتيد او سنجل كروموسوم، هنا نفس الحوار 23 سنجل وهنا 23 سنجل. كده انت كونت وليكن مثلا ايه حيوان منوي. هفترض ان كل حيوان منوي من دول بيروح ينسج مع بويضه محترمه اللي فيها برضه 23 سنجل، فيتكون في الاخر البيبي ابو 46 سنجل. ده النورمال الطبيعي. ماشي الحال؟ طيب مشاكل بقى النيوميريكال، مشاكل العدد. قال لك والله بص في حاجه احنا بنسميها عندنا كده بولي بلويدي، حاجه بنسميها ايه؟ بولي بلويدي، وحاجه ثانيه بنسميها انو بلويدي. يعني ايه؟ وايه الفرق بين الاثنين؟ البلويدي او اللي احنا كنا بنسميها عندنا كده ايه؟ يقول لك الخلايا ديت الكلام ده بتاع الهيستولوجي، يقول لك الخلايا دي فيها هابلويد نمبر. يعني ايه هابلويد نمبر؟ ديبلويد نمبر اللي هم 46 سنه. يعني ايه ديبلويد نمبر وهابلويد نمبر؟ خلي بالك بس من الكلام ده للبحث. في حاجه اسمها هابلويد نمبر للكروموسومات، في حاجه اسمها ديبلويد نمبر للكروموسومات. لما اقول لحضرتك كده ان في 23 سنجل فده الهابلويد اللي هو نص كميه الكروموسوم. طب لما اجيب 23 سنجل واربطه مع 23 سنجل فارجع دول 46 سنجل، ده اسمه ديبلويد نمبر اوف كروموسوم. طب يعني ايه بقى بولي بلويدي؟ يعني اكتر من الديبلويد. يعني قد يكون عند حضرتك حاجه اسمها تراي بلويدي، وقد يكون حاجه اسمها تترا بلويدي. مش عايزك تشغل دماغك بيهم كتير بس انا فاهمهم، يعني دول مش هتلاقيهم اصلا في حياتك العمليه خالص، دول اصلا بيحصل لهم ابورشن وبيموتوا. يعني ايه تراي بلويدي؟ يعني بدل ما الخلايا يبقى فيها 46 كروموسوم، لا ده يبقى فيها ثلاث كميات من الكروموسومات. يعني معنى اصح كروموسوم اللي هم 23 سنج دول استنسخوا ثلاث مرات، فبدل ما تلاقي بقى 46 بقى فيها 69 مثلا، فده يحصل لها ايه؟ ابورشن هتضيع مش هتكمل. التترا بلويدي بقى في عنده بدل ما يبقى عنده نسخه واحده سوري نسختين من من ال 23 يعني 46 بقى في 46 و46، فبقى يبقى عددهم كام؟ برضه ده اسمه تترا بلويدي، ده هيضيعوا خالص الاثنين يحصل لهم ابورشن. امال بقى يعني ايه انو بلويدي؟ دي اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. انو بلويدي يعني ايه؟ يعني تخيل مثلا يعني وانت مثلا في حته السكند مايوزس ده اهو، بدل ما حضرتك مثلا بتيجي على الكروموسوم ده وتقسم هنا 23 وتقسم هنا 23، القسمه بتاعتك ما جاتش مظبوطه، فقمت جاي واخد كروموسوم على بعضه هنا، فبدل ما دي تبقى 23 بقت كام؟ 24، وفي واحد نقص من هنا فبقى 22. يعني وانا بقسم دي ما قسمتهاش بالتساوي 23 و23، لا زودت واحد للحين فبقى 24، وزودت واحد للحين فبقى 22 كروموسوم. طب لما دي حصل لها اخصاب بوايض عليها خالص، دي اخصابتها بوايض عليها، فبقى هنا العدد الطبيعي او العدد بتاعها هيبقى كام في الاخر؟ العدد بتاعنا هنا هيبقى 47 كروموسوم. طب ولو دي جالها بوايضه برضه عاديه من امه كام؟ من امه 23 سنجل، يبقى ان شاء الله العدد بتاعك هيبقى كام؟ 22 و23 هيبقوا 45 كروموسوم. الحاله دي يسميها عندك ايه؟ يسميها ترايزومي. طب والحاله دي يسميها ايه؟ يسميها مونوزومي. اختلط. هو في فرق ما بين الترايزومي والترايبلويدي، هو ده اللي انا عايز اوصله لك، هو ده اللي انا عايز اوصله لك. الترايبلويدي فيها 69 كروموسوم، يعني كل كروموسوم فيه ثلاث نسخ، كل الكروموسومات من كل واحد فيه ثلاث نسخ مش نسختين. طبعا انا عندي من كل كروموسوم كام؟ نسختين، واحده من الاب واحده من الام. الولد ترايبلويدي عنده ثلاث نسخ، والولد تيترابلويدي عنده اربع نسخ من كل كروموسوم. وده زي ما اتفقنا ايه؟ كده كده هيضيع مش هتشوفه. انما اللي هتكلم عليه دلوقتي هو الترايزوم. الولد عنده نسخه زياده من كروموسوم معين. اديك امثله دلوقتي. يعني قد يكون الكروموسوم اللي زايد مثلا حاله الدوم عنده الكروموسوم رقم 21 بدل ما يبقى نسختين بقى ثلاث نسخ بس، باقي الكروموسومات سليمه. فده بقى اسمه ايه؟ ترايزومي. يعني عنده نسخه زياده من كروموسوم واحد. طب والمونوزومي عنده نسخه ناقصه من كروموسوم واحد. وصلت؟ يبقى الانبلويدي
مش من مضاعفات ال 23، لا ده هو كروموزوم واحد اللي زياده، والمونوزومي فيه كروموزوم واحد ناقص. طب ما تيجي تديني امثله على الحوارات اللي زي دي. هقول لك اه تعالى نتكلم كده على امثله. فمثلا يعني هو لو ترى الكروموزومات اللي عندك تبقى ايه اول؟ سيبك من الموضوع الجديد بقى. الكروموزومات اللي عندك حضرتك قلنا يا اما تكون كروموزومات اوتوزومز زي ما قلنا، اوتوزومز اللي هي الكروموزومات الجسديه، يا اما قد تكون 6 كروموزوم اللي هم مين او مين؟ اكس واي. طب والكروموزومات العاديه اللي هم 22 كروموزوم. فلو انا بقول لك في ترايزوم يعني في كروموزوم زياده، قد يكون يحصل يعني اللي سجلوهم او اللي عندنا حضرتك في المنهج بس زياده في الكروموزوم رقم 13، يعني عنده ثلاث نسخ من الكروموزوم 13، وفي ناس ثانيه عندها كروموزوم زياده من الكروموزوم 18، والاشهر بالنسبه لك اللي هو رقم 21. انا بتكلم على الاوتوزوم. فدول ثلاث اصحاب كده معروفين مع بعض. الكروموزوم 13 ده لما بيزيد دي حاله الواد اللي اسمها باتو سيندروم، والبتاع الثاني ده اسمه ادوارد سيندروم، وابوهم او صاحبهم الثالث اللي هو داون سيندروم. طبعا اشهر بالنسبه لنا هو داون. هنتكلم سريعا على الباتو وعلى الادوارد كده سريع سريع. طب قد يكون الزياده في الاكس او سوري في الواي كروموزوم اللي هم 6 كروموزوم. فلو عندك زياده في الاكس وكان راجل يعني يكون مثلا اكس اكس واي يبقى 46 زائد اكس اكس واي يبقى كده كام كروموزوم؟ 47. دي الحاله المشهوره شويتين برضه اللي احنا بنسميها حاله الكلاين فلتر. طيب لو انت حضرتك ال 46 كروموزوم عن ايه خالص معاهم اكس اكس اكس، في حاله بنسميها عندنا سوبر فيميل. سوبر فيميل. يبقى دول الامثله اللي عندك على حالات ايه؟ على حالات الترايزون. تبقى الترايزون فيه كلهم لو عدتهم هيبقوا فيهم 47 كروموزوم. الكروموزوم الزياده لو هو في الاوتوزوم 13 حاله الباتو، لو 18 حاله الادوارد، لو في ال 21 حاله ايه؟ حاله الدوري. طب لو الكروموزوم الزياده زياده في اكس، اكس زائد على الراجل كلاين فلتر، اكس زائد على الست ايه؟ يبقى سوبر فيميل. طب لو في كروموزوم ناقص اللي هو المونوزومي، في الغالب او العاليه برضه بمعنى اصح خلينا نكون واضحين اكتر، هي الحاله اللي فيها نقص في الكروموزوم اكس في السكس كروموزوم اللي هو بتاع الاكس بس اللي ناقص، اللي هي حاله الترنر. تلاقي حاله الترنر دي عامله ازاي؟ ترنر سيندروم بتبقى 45 كروموزوم اللي ناقص منهم بيسميها حتى كده 45 اكس او او اكس 0، بدل ما تبقى اكس اكس في اكس هي راحت. فالحاله دي اللي بيسميها عندنا حاله ايه؟ حاله الترنر. طيب احنا تفصيلها ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنتكلم بكل التفاصيل على حاله الدوري، لان هي دي الاشهر ودي اللي هنتكلم عليها تفصيلا. لكن قبل ما انقل معاك من حاله الدوري انا عايز حضرتك بس تتكلم معايا بسرعه خالص كده على الحالات دي، يعني عايزك تتكلم معايا بسرعه كده ايه باتو دي شكلها عامل ازاي؟ ايه الورد عامل ازاي؟ عشان لو اكس كيو اي كلاين تقدر عامل ازاي؟ ترنر عامل ازاي؟ يعني مش هما دول الاساس في الشرح، الشرح التاني زي ما اتفقنا اساسا هيبقى مقابل على حاله الدوري. حاله الباتو وحاله الادوارد الاثنين اصحاب والاثنين ترايزم، بس واحد ترايزم 13 وواحد ترايزم كام؟ 18. يقول لك حاله الباتو بتحصل في صبيان وبنات مش فارقه في العدد يعني، انما الادوارد مش ده ادوارد ده اسم راجل؟ اه افتكر ان بيحصل اكتر في الستات مش في الرجال. يبقى الادوارد غالبه بيبقى في الستات. الواد الباتو ده تحس ان هو واد فرنسي كده، واد شيك كده، واد طارق بمعنى اصح. فحاله الباتو بيبقى دايما معاها هايبوتونيا. انما ادوارد ده اسم انجليزي كده، عيل ناشف كده، عيل انجليزي، فتلاقي ان الواد بتاع ادوارد ده عنده هايبرتونيا. يبقى ايه الفروقات ما بين الباتو وادوارد لحد دلوقتي؟ ده ترايزم 13، ده ترايزم 18. ده ستات ورجاله قد بعض، لكن ده ادوارد هو ولد لكن بيحصل في الستات اكتر. ده عنده هايبوتونيا طارق خالص ده، لكن ادوارد عنده هايبرتونيا. يقول لك حضرتك كمان ان الباتو بالبي فيبقى عنده حاجتين بالبي، بولي داكتلي يعني صابع زياده، وكليفت بلد سقف البوك مشؤوم. يبقى الباتو فيه اثنين بي. طب والادوارد يبقى عنده كونجينيتال هارت ديزيز غالبا يعني بي اس دي او بي دي ايه ماشي، ومعاه الاسترنم بتاعته شورت وريتراكتد يعني عنده حتتين في النص هنا، الاسترنم بتاعته شورت والبتاع كونجينيتال هارت ديزيز مشهور. عشان الهايبرتونيا بيبقى عنده حاجه اسمها كلينش فيت، يعني ايه؟ يعني ايه قفشه كده ما بتفرقش، ما هو هايبرتونيا دي معاه هايبرتونيا. لكن الاثنين مشتركين في ايه؟ ان العيلين عندهم مايكرو كيفري دماغهم صغيره ومنتال ريتارديشن. تاني الكلام ده بس عشان الام سي كيو اكوردنج للباتو سيندروم او للادوارد سيندروم. وصلت؟ يبقى الباتو بتاعي والادوارد لو قارنتهم في بعض، واحد ترايزم 13 يعني عنده ثلاث نسخ من كروموزوم 13، واحد ترايزم 18 يعني عنده ثلاث نسخ من 18.
الوالد ده توب ولد ولا بنت الاثنين زي بعض ادوارد ده اسم ولد لكن بيحصل اكتر في البنات مين الباتو الباتو عيل الباتو باتو طري كده فرنساوي كده فايه فده عيل هايبوتونيا لكن ده عنده هايبرتونيا الاثنين عندهم مايكروكيفالي ومنتال ريتارديشن الباتو بالبي عنده سليفت بلد وعنده بوري داكتري الادوارد بتاعنا عنده حتتين في نص من هنا شيست سوري استرمن بتبقى شورت ومعاها كونجنتال هارت ديزيز. طب مين كمان عايز يجي كلمتين سريعا سريعا خالص هي حاله الكلانفلتر وحاله الترمن لما جيت اقارنهم في بعض خلي بالك ان الكلانفلتر ده من الحالات الترايزو يعني عنده زياده كروموزوم اكس بدل ما يبقى اكس واي بس زي بقيه الرجاله بقى اكس اكس واي. طب ما حاله الترمن بدل ما تبقى مثلا الاكس اكس تبقى 46 اكس اكس بقت اكس او في عندها واحده اكس اي ناقصه يبقى تاني ده بيبقى ترايزو الكروموزوم الاكس في الرجاله انما ده مونوزومي في الكروموزوم اكس وفي الستات. حلو. طب لما اقول لك الكاريو تايبنج ده قلنا كاريو تايبنج 46 او سوري ده بيبقى 47 يعني عنده واحد زياده اكس اكس واي ودي بتبقى 45 اكس او هنا برده المفروض تبقى ايه 47 ده اسمه كاريو تايبنج. طب صفاته ايه؟ ايه الفكره ان الكلاين فلتر ده اهو كلاين فلتر كلاين فلتر عيل طويل في الفاضي. فاكر الكلمه دي؟ كلاين فلتر عيل طويل في الفاضي. يعني ايه عيل طويل في الفاضي؟ يعني يبقى طويل جدا طويل جدا وفي الفاضي يعني ايه؟ يعني سمول ديستنس من تحت كده في الفاضي. فاكر كده حاجه الكلاين فلتر بتبقى عيل طويل في الفاضي الديستنس بتاعته صغيره جدا. طب لما تبقى الديستنس صغيره جدا هيطلع تستستيرون؟ لا. طب يبقى عنده ميل سكس كاركتر يعني عنده شعر دقن وصوته خشن والكلام من ده؟ لا. فالواد الغالب عليه صوره بنت. يعني قد يكون قدامك بنت طويله وفي ميل في ميل يعني بس هو في الاساس ولد كلامفلتر. تم تم وضع مش لطيف للمره. يعني الواد على فكره عشان الاستروجين اللي كان بيجي له من الام تلاقيه في مناين خالص في مناين خالص يعني ايه؟ صوته رفيع لا في شنب ولا في دقن. بينيكو مصيف شويه فاهم؟ واخد كل البوزيشن بتاعت الفيميل. لكن في الاساس هو يبقى طويل جدا وعنده سمول ديستنس وانفرتاد. حله ايه الواد ده؟ بص هو كده كده مش هيحل، طب الحل ايه؟ اديله تستستيرون، ده بالطرف عشان اطلع له ميل سكس كارت، اطلع له شعره ده ما خش صوته شويه. وصلت؟ دي الحاله بتاعت ايه؟ الكلام ده. حاله الترمر لو قلنا ان هي بنت والكاريو تايب بتاعها 45 اكس او يعني في اصلا كروموزوم ناقص في الاكس. النقطه الثانيه افتكر ان هي البنت دي بتبقى قصيره وبتبقى دايما على طول عايزه تروح الدبليو سي. بنت صغيره عايزه تروح الدبليو سي، ايه الدبليو سي؟ عندها حاجتين بالدبليو وعندها حاجتين بالسي، ايه الدبليو سي؟ بيقول لك بيبقى عندها ويب دريك. يعني شوف كده انت الرقبه كانت وبعدين كتافك صح؟ دي بتبقى الرقبه متوصله في الكتف كده. ويب دريك يعني الكتف بتاعتها عريضه جدا عامله ويب عامله شبكه كده لازقه في الكتاف ويب دريك. وعندها وايت سيبريت الليبل، الليبل بيبقى موجود هنا، لا ده الليبلز بتاعتها هنا تقريبا عند الاكزيلا. وايت سيبريت الليبل او بيسميه شيلد شيست. يعني عامل عايزه زي الدرع كده تلاقي النبل موجوده ايه في الجناب بس الدرع مفلول بزياده. طيب بيبقى عندك كمان حاجه اسمها وايد كارينج انجل. يعني هو الكارينج انجل انا لما افرد دراعي كده بتلاقي ان زاويه الدراع ده عامله كده في زاويه كده ما بين عند الايه البنت دي عشان عندها هايبوتونيا شويه والليجامنت الاربطه لاكس تلاقي ان الايجو بتاعها ده لا ده في بنات بتعرف تعمل كده تلاقي ان هي بتتفرد لورا فاهم انا عملتها كده هتصرف لكن تلاقيها مفروده لورا اسمها وايد كارينج انجل. حلو يعني فلما انت فارق دراعك كده لا ده ديت نازله تحت كده هنا كمان شويه. يبقى الخلاصه ان عندها ويب دريك وايد سيبريتد ليفل وعندها كمان الوايد كارين ده. مهم جدا جدا حاجه تقدر تكون خلي بالك ان عندها كو اركيتيشن في الاورطه. يعني ايه كو اركيتيشن في الاورطه؟ في النيوناتولوجي لما تيجي تدرس النيونيتس يقول لك من اساسيات فحص البيبي ان لازم احس الفيمورال باص. احس الراديال باص والفيمورال باص والاهم الفيمورال ليه؟ عيل عنده راديال باص وما عندوش فيمورال باص بعقل حضرتك العظيم ده مش الاورطه بيبقى نازل عامل كده ده القرش وبعدين بيستلم الاورطه ويطلع من هنا سب كريبيال ارتري ويكمل بقى لحد ما يوصلك للراديال ارتري ده يدي باص فين؟ الابر ليه. طب لو في كو اركيتيشن يعني ايه كو اركيتيشن للاورطه؟ يعني في اختناق في الاورطه شبه مقفول يبقى الدم اللي نازل لتحت خالص فتيجي تحس النبض في الفيمورال ما تلاقيش تحس النبض في الراديال تي دلنا على التشخيص هو اركيتيشن اورتو دي من الحاجات المشهوره جدا من حالات الطب. طب تاني حاجه مشهوره فيها كونجينيتال رينال ديزيز البنت دي مشهوره جدا ببولي سيستيك كيدني تلاقي عندها كيدني كده عارف انت الشوكولاته البابلي هنتكلم عليها في اليورو ان شاء الله سوري في النفر فتلاقي عارف انت الشوكولاته البابلي
تلاقي كده ايه فقاقيع طالعه، فتاكد انت عارف تطلع اعمل فقاقيع زي ديت وابشر دي مش بابلي ديت دخلها فينا الفيليا قريبا. عندها بوليسيستك كدني او احيانا بتبقى بيسموها هورس شو كدني. كده انت عارف فاكر برضه كده لما بيقولوا في الامبريولوجي بتاع الاناتومي حضرتك ما كنتش بتبص فيه، فتلاقي الكدني من تحت كده ايه ملزوقه ببعضها كده هورس شو كدني. يبقى خلاص الكلام عشان ما نتعبش نفسنا كتير، لما اجي اتكلم على حاله الكلاين فلتر ده حاله ترايزوم في الكروموزوم اكس كان كاريوتايبنج بتاع 47 اكس اكس واي، وحاله الترنر اللي بتبقى مونوزوم في الكروموزوم اكس برضه بس بتبقى 45 اكس واي. الواد ده اهو طويل في الفاضي هيبقى فيري تو تيستس بتاعته صغيره يبقى ان فيري تايم ما بيفلش، وعشان ما فيش تستسترون فحضرتك بتلاقي كل الفيميل كاركتر موجود عنده. انما بالنسبه لحاله الترنر بتبقى بنت قصيره وعايزه تروح الدبليو سي، بنت قصيره وعايزه تروح الدبليو سي، فبنت قصيره وعندها ويبد نيك وايد سيبريتد نيك وايد كارينج ان والسي هو اركتيشن اوضه وكونجيتال هارت ديزيز. يعني تسال كده بقول لك في حاله الترنر ايه اكتر حاجه عايز تعمل لها اكزامينيشن؟ عايز تعمل اكزامينيشن على الاورطه او على الكارديو فاسكولار سيستم ليه عشان الكو اركتيشن؟ طب وفي الكيدني او الرينا ليه؟ عشان البولي سيستم دي. ده الحوار بتاع اللي احنا كنا بنسميه او كنا بنرمي فيه حاجه اسمها نيوميريكال. نيوميريكال فعرفنا ان في حاجه اسمها ترايبلويدي وتتربلويدي اللي هي البوليبلويدي، وان في حاجه اسمها ايبلويدي اللي هي ترايزومي او مونوزومي. طبعا دي الجهاز قلنا هنتكلم فيه على ايه؟ عن حاله الدم. طيب في حاجه كده صغيره كده عندك كده في الجنب كده اسمها ايه؟ موزايك. يعني ايه بقى موزايك؟ افهم معايا الموزايك ده بسرعه لان هنرجع نشرحها تاني ان شاء الله وانت بتتكلم في حاله الدم. سوري الدوري. فايه ورق الموزايك؟ فين الموزايك معاك يعني في مصر عندنا كده لما تروح تعمل سيراميك يقول لك ايه؟ ده السيراميك ده موزايكو يعني ايه؟ ملغمش مزرقش ميكس مش فاهم. الوقت كانت المشكله النيوميريكال وانت لسه بتكون الحيوان المنوي او البويض عشان لما الاثنين يرتبطوا مع بعض دي الخليه فيها كام؟ 46. حتى الموزايك حاجه غريبه جدا. دلوقتي خلاص كونت البيبي والخلايا بتاعته فيها 46 سنجل كروموزوم. الخلايا دي المفروض هيبدا يحصل لها مش مايوزس، ده الخلايا دي هيبدا يحصل لها مايتوزس وسام استنساخ. يعني الخليه ديت انا هستنسخ منها اثنين، كل واحده فيها كام؟ 46 سنجل، وده هستنسخ منها اثنين فيها 46 سنجل. المفروض ان دي برضه هتكمل استنساخ وتديني 46 46 ودي تكمل استنساخ وتديني 46 46. فيقوم حصل طفره جينيه دي، فبدل ما تديني 46 تقوم مدياني 45 سنجل و47 سنجل. بدل ماكسيم استنسخ بيه 6 و6 قمت مستنسخ 5 و7. عدد كروموسومات واحد لكن التقسيمه طلعت غلط. غالبا ال 45 ديت بقى في الخلايا الجذريه العاديه ده هتختفي. لكن لو دي كملت انقسامات ودي كملت انقسامات فدي اللي بيسموها عندنا تو سيل لاين. يعني ايه تو سيل لاين؟ بقى عندي خطين مختلفين من الخلايا. خط نورمال ماشي زي الفل، والخط الثاني ده اللي هو الابنورمال بتاعي. لما نيجي نتكلم على حاله الدواء ان شاء الله هنشوف ان في نوع من انواع الدواء وده يعتبر افضل نوع من انواع الدواء. مش كل الخلايا بايظه، ده انت نص الخلايا بتاعتك على النورمال وماشيه صح ونص الخلايا الثانيه على البايظ، ارحم ما يبقى كله بايظ. فالموزايك ده حتى هنسميه عندنا كده موزايك دواء، سميها كده موزايك دواء بالمصطلح حتى كده 46 47. يعني في لاين ماشي على 46 وفي خط ثاني ماشي على 47، فده ارحم ما يبقى كلها افريجنت وكلها ابيض. وضحت الحته دي؟ ده كده كلامنا على الكروموزوم الابنورمالي. يبقى في مشاكل في الاستراكشر بتاعي، فقلنا ان خاصه بكلمه ايه؟ جيت على الضرف بتاعي شدته او شدته ولزقته. طب وجيت على الحته اللي بعدها قمت عامل ايه؟ بدلته قلبته ضعفته، بدلته قلبته ضعفته. جيت على حته السنتروجين يا اما قسمته بالعرض ايزو كروموزوم يا اما عملت منه كمان واحد فقمت عامل باي سنتر كروموزوم. شاكل في النمبر يعني بقول بلويدي عندي نسخه زياده من كل الكروموسومات راي بلويدي او تترا بلويدي، او مشاكل انو بلويدي عندي نسخه زياده او نسخه نقص كروموسوم واحد ترايزومي او مونوزومي. اتكلمنا شويه على الحالات اللي فيهم وقلنا حاله الموزايك خط ماشي سليم وخط ماشي بايظ في حاله الموزايك. تمام كده؟ شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.